أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلاقة سليمة لهذا التحدي في هذا المسار الجميل في هذه الاندفاعات الصباحية. مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلاقة سليمة لشوطنا الحادي عشر في تعداد أشواط صباح هذا اليوم، الشوط الحادي عشر وهو الخاص بالثنايا الجعدان المحليات الأصايل لأبناء القبائل في مسافة التحديات أيضا والانطلاقات الرائعة، وثمانية كيلو مترات الحاضرة في هذا الصباح الجميل. ننطلق مشاهدينا متابعينا الكرام بالصدارة، نتابع البداية، نتابع المقدمة وأرى من الجانب الآخر، أرى التسلل أيضا والانطلاق لشاهين لمحمد بن حمد بن سليمان الجبرين، نتابع المركز الثاني. نتابع المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام، وأرى التحديات في هذه اللحظات والانطلاق أيضا والاندفاع للشبل لحمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي، بينما إذا انطلقنا مع المركز الثالث من الجانب الآخر أرى هناك هملول ناصر بن مبارك بن حميد الشامسي من يتابع هذا الانطلاق المتميز. هملول من ينطلق مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز الثالث مع هذا التحدي المثير، ناصر بن مبارك بن عيه الشامسي من يعلن على الصدارة، راشد بن حمد بن راشد بن غدي الكتبي، نتابع المركز الثاني مكافح لمنصور بن سيف بن عفصان الخيلي، ومع المركز الثالث مع المركز الثالث المركز الثالث مخلص لراشد بن حمد بن راشد بن غدير الكتبي، واللحظات اللحظات الأخيرة اللحظات الأخيرة، الشبل على الصدارة، مكافح يحاول مكافح يحاول، يا سلام يا سلام يا سلام، التحدي الانطلاق المتميز الاندفاع الجميل، يا سلام اللحظات الأخيرة اللحظات الأخيرة، مكافح كافح مكافح كافح لانتزاع الصدارة لانتزاع المقدمة، ولكن الشبل 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 من الجانب الآخر ينطلق بناموسي هذا الشوط، يا سلام بشعار راشد بن حمد بن راشد بن غدي الكتبي، سلام يا مرغب سلام، اسعدت صباحا مع الأداء المتميز اللي قدمه الشبل، هذه لحظات الوصول، تهانينا تهانينا لراشد بن حمد بن راشد بن غدي الكتبي على فوز الشبل بالمركز الأول، ومخلصياتي ثانيا بنفس الشعار شعار راشد بن حمد بن بن غدير المركز الثالث، مكافح منصور بن سيف بن عصان الخيري المركز الرابع، المركز الرابع سلهود لمحمد بن عبد الله بطيل العامل، المركز الخامس شاهين لحياب بن مطر بن سعيد الكتبي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى. نعود مع التوقيت الزمني، لحظات وصول الشبل إلى خط النهاية 13 دقيقة 10 ثواني 9 الزمن الثانية، التهانين لراشد بن حمد بن راشد بن غدير الكتبي واللي وصل مع المركز الثاني مخلص، يقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 13 دقيقة بالتأكيد 13 ثانية جزء واحد من الثانية، تهانينا لراشد بن حمد بن راشد بن غدير الكتبي واللي وصل مع المركز الثالث مكافح، تهانينا لمنصور بن سيف بن عصان الخيري 13 دقيقة 13 ثانية 8 الزمن الثانية توقيته الزمني.